السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نأخذ الصفحة 118 من كتاب فضاء الرياضيات للمستوى الثاني ابتدائي. نأخذ الدرس 32 إنشاء الأشكال الهندسية المربع والمستطيل والقرص. الحصة الأولى أكتشف وأتمرن. نشاط الأول، قال لنا أستعمل ورقة كاملة وأتبع الخطوات الثانية لأحصل على شكلين أ و ب. قال لك غادي ناخذ واحد الورقة كاملة غنبقاو نتبعوا هاد الخطوات حتى نحصلوا على الشكل أ والشكل ب. أول حاجة شنو عندنا؟ قال لك غناخذ ورقة، غتاخذوا ورقة بحال هكا بحال هاد الورقة، ومن بعد شنو قال لنا؟ قال لنا أطوي الورقة بحيث ينطبق الحرف المشار إليه على الحرف الآخر. شنو غنمشيو؟ غنشدو ورقة وغناخدو هاد الحرف ياك وغنلصقوه مع الحرف الثاني بحال هكا حتى نطويهم بحال هكا، ومن بعد غادي نطويها بهاد الشكل لكن يكون مقادد أكثر مع هذا بهاد الشكل. وشنو غندير؟ غادي نعلم هادي، تقدروا طويها بحال هكا باش تعلم اكثر، باش فاش نجيو نقطعها تكون معلمه، ولا ديروا قلم وتبقاو تعلموها بهذا الشكل بحال خطوط متقطعه وتبقاو تعلموها اللي بغيتوا. من بعد شنو غنديروا؟ غتعاودوا تسرحوا الورقه وتقطعوا هذا الجانب، اولا تخليوا الورقه مطويه وتقطعوا هذا الجانب السفلي كامل. وهذو هما القطع، انا فاش قطعته عطاتني هذه القطعه اللي هي على شكل بي وهذه القطعه هذا هو. قال لنا هاد الشكل اللي هو ا فيه خط الطي، ها هو كذلك عندنا هنايا خط الطي. قال لنا افتحوا الجزء الاول، ها هو الجزء الاول بهذا الشكل غيكون، تحطوه حداكم حيت مازال غنحتاجوه، وهذا هو الجزء او الشكل بي. من بعد قال لنا املأوا الجدول بكتابه نعم او لا في كل خانه مناسبه واكتبوا اسم كل شكل. عندنا هذا هو الجدول، عندنا اضلاعوا الاربعه ولا اضلاعه الاربعه متساويه. حنا علاش كنهضروا في الاول على شكل ا؟ غتمشيو للشكل ا وغتشوفوا واش الاضلاع ديالو متساويه، باش تعرفوا واش متساويه يا اما حسبوه يا اما راه غيبان لكم من هنا. تاخذوا الشكل وتاخذوا مسطره وتحسبوا شحال كاينه عندنا في الضلع او في الطول، كاينه عندنا 7 كذلك. نمشيو نشوفوا في العرض القاو 7 كذلك. اذا اضلاع شنو غنكتبوا؟ نكتبوا نعم، علاش؟ حيت اضلاعه الاربعه متساويه. والشكل بي، واش هاد الضلع كيساوي هاد الضلع؟ كيساوي هاد الضلع؟ لا، كنلاحظوا ان هاد الضلع كيساوي هاد الضلع، ولكن هذا ما كيساويش هذا، يعني لا. قال لنا زواياه الاربعه قائمه، غنمشيو ونشوفوا الزوايا ديال هاد الشكل. هنا زاويه قائمه، زاوية قائمة، إذا زواياه الأربعة قائمة، نكتبو نعم. ونشوفو الشكل بي كذلك، غادي نلاحظو بلي جميع الزوايا قائمة، نكتبو كذلك نعم. وهكذا نكونو سالينا الجدول. دابا ناخذو قال لنا اسم الشكل ا، هذا الشكل ا شنو كنسميوه؟ مربع. علاش؟ حيت جميع زواياه قائمه، اضلاعه الاربعه متقايصه، وهذو هما الخصائص ديال المربع. اسم الشكل ب فهو عباره عن مستطيل. شنو الخصائص ديال المستطيل؟ هو مضلع رباعي، هذه أول حاجة. كل ضلعين متقابلين متقايسان ومتوازيان، ها هو هاد الضلع راه كيقايس هذا وكيوازيه، كذلك هاد الضلع كيقايس هذا وكيوازيه، إذا فهو عبارة عن مستطيل. هكا نكونو سالينا النشاط الأول. دابا ناخدو التمرين الثاني. التمرين الثاني قال لي أستعمل الأنسخ أو القالب وأحدد رقم الجزء الناقص لتكوين القرص. عندنا هذا هو القرص ديالنا. القرص هو عبارة عن دائرة كتكون عامرة حتى من الوسط، مثلا دائرة كتكون عندنا بهذا الشكل، هذه هي الدائرة. القرص كيكون عامر حتى من الوسط،
هذا هو الفرق. قال لينا هنايا هنا القرص عندنا ناقص واحد الجزء، حنا خصنا نعرفوا واش داك الجزء هو خمسة ولا أربعة ولا ثلاثة ولا جوج ولا واحد، نعرفوا اين شكل فيهم. استعمال الأنصر، غنمشيو ننسخوا مثلا الاول والثاني ونبقاو غادي بحال هكا حتى نلقاو شنو هو الشكل المناسب. مثلا نبداو بالشكل خمسة، هذا هو الشكل خمسة، نمشيو نرسموه. والفتحة ماشي مهمة، حيت المهم عندنا هو الشعاع يكون كيساوي الثاني. وهذا غنمشي شنو غنديرو، غنقارنو مع هاد الجزء واش كيساويه ولا لا. الى حطيناه مزيان القاو لا، حيت مازال ناقصنا واحد الجزء اخر باش نكملو داك القرص، يعني ماشي خمسة. نمشيو دابا الاربعة، نجيو لهنا ونرسمو أربعة. نمشيو نقارنو بهذا الشكل، نلقاوه كذلك صغار عليه بزاف. دابا نمشيو نرسمو ثلاثة، نمشيو نحطوه. شنو كنلاحظو؟ انه كبير عليه بزاف، يعني ماشي ثلاثة. نمشيو دابا لجوج، لاحظتو ان جوج فهو كيساوي. الى جينا نشوفو راه جوج هو الشكل المناسب. اذا شنو كيحتاج؟ كيحتاج الشكل الثاني او لا رقم اثنان. وهكا نكونو سالينا التمرين الثاني. دابا ننتقلوا للتمرين الثالث. شنو كيقول لينا؟ قال لينا استعمل القالب المناسب واحدد كل مربع وضيف في انشاء الترصيف والونه. هنا عندنا واحد شكل مرصف ياك، وهنا عندنا بعض المربعات، حنا خصنا نعرفوا شكون هما المربعات اللي استعملناهم باش نقوموا بترصيف هذا الشكل. مثلا نشدوا هذه المربعات الصغيره، هذا الشكل اللي عندي هنايا هو نفسه هذا الشكل، ونفسه هذا الشكل. نمشي نحطو على هذه المربعات الصغيره اللي باللون الاصفر ونشوف واش نفسهم ولا لا. نلاحظوا انه نفس الشكل، يعني انا المربع اللي استعملنا هو هذا المربع الاصفر، غادي نلونوه باللون الاصفر. نجيو لهنا ونلونوه. دابا نمشيو نشوفوا الشكل الثاني اللي رصفنا به المربعات الحمراء، ناخذ هذا الشكل، نمشيو لهنا. لاحظوا كذلك انه نفس الشكل، اذا غادي نلونوه باللون الاحمر. نمشيو ناخذ الاحمر ونلونوه به. الا خدينا مثلا هاد الشكل ولا هاد الشكل ولا هاد الشكل، خدينا القالب ديالو وجينا حطيناه هنا،
ما غيعطيناش نفس القياس، فهم استعملوا هاد الشكلين باش يرصفوا هاد الشكل. وهكذا نكونوا سالينا التمرين الثالث والأخير من الصفحة 118. إن شاء الله تكونوا فهمتوا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.